هاندا حبيب، هاندا هاندا حبيب بنتي كتير خوفتيني عليكي. هاي آخر مرة بتطلعي فيها من البيت بدون ما تخبريني ماشي؟ أنا ما فيني أتحمل عذاب مرة تانية. هلا قومي نامي وارتاحي يا قلبي. ايه ماشي هاندا، اوعك تتركيني مرة تانية. ايه تصبحي على خير يا روحي. عمتي، ما على أساس أنتي وعدتيني ما عاد تروحي؟ أنا ما رحت، أنا هون ليكني ما رحت. بس تيتا كانت كتير عم تبكي. ليكي أنتي مو لازم هلأ تكوني نايمة؟ بس خفت. تعرفي القصة تبع بقعة الكبريت عمتي؟ شو رأيك احكي لك ياها؟ بتحبي؟ بقديم الزمان كان في بنت بتبيع كبريت، وهالبنت كانت كتير فقيرة، كانت تبرد كتير. بيعت الكبريت بليلة من هالليالي، بردت كتير لدرجة إنه كان بس بدها تشغل عود كبريت لتدفى. وكانت خايفة من أخوها السيء يلي كان ناطرها بالبيت، ما قدرت تتحمل البرد وشغلت عود. وقت شغلت هالعود بالغرفة، شافت قدامها صوفيا كتير كبيرة، وهالمسكينة تدفت شوي. بس وقت طفى عودها الكبريت اختفت الصوفيا وراحت، ورجعت حست بالبرد مرة تانية. وقت شغلت بيعت الكبريت عود تاني، ضوت كل الغرفة. واتطلعت بيعت الكبريت وشافت حالها واقفة بالجنة اللي راحت عليها أمها قبل سنين. وقت شافت أمها فجأة حست بيعت الكبريت إنه قلبها دفي بعد ما كانت رح تموت من البرد. وقالت بيعت الكبريت لأمها بس ينطفي عود الكبريت ما عاد شوفك مرة تانية، بترجاكي لا تتركيني يا أمي. ترجتها كتير وأمها ما قدرت تتحمل، وضمت بنتها ضمة كبيرة وأخدتها معها على السما. Thank you.
أنا كنت مجبورة يا بنتي، كنت مجبورة. نامت عندك؟ بابا؟ ما حسيت إني نمت هون. عمتي؟ ليش ما أخذتيني على غرفتي؟ أنا كان لازم نام بتختي. أنا رايحة على غرفتي فوراً. قديش غريب الإنسان، قد ما كبر الواحد بيضل مفكر حاله إنه ممكن يخدع الناس. أنت مفكرة إنه كذبك رح ينفدك إنك تدفعي ثمن أفعالك يعني؟ هي ما كذبت، أنا قلت لها إذا بدك نامي هون. أنا شايف إنه العمة مو هين عليها بنت أخوها، كل هالقد حببتيها للبنت حتى ما قدرتي إنك تبعدي عنا بالليل؟ هي خافت بالليل لهيك؟ مو بس ميناية اللي كانت خايفة، وأمنا كمان كانت خايفة. أختي أنا فيني أطلب منك طلب شي؟ أوعك تخوفيها مرة تانية. تمام أختي؟ حياتي، أنت شغلتك تهتمي بالبنت وحتى هالشي مو ناجحة فيه. شو عاملة كمان؟ شو عملتي؟ العقد بعده بالدرج، معناتها هي ما طلعت بالليل بسببه. عقد غالي، شو عم يعمل مع هيك بنت؟ شغلتك تعرف. يا أمي دخيلك تيبس كل جسمي. ما رجعت لسه، لهلا ما رجعت. لك زهرة، شو لسه عم تعملي بهذا البيت لهلا؟ شو عم تعملي؟ صباح الخير حياتي، إن شاء الله مبارح نمتي منيح. شوفي الجو كتير حلو اليوم. نحن لازم نستغل هذا الجو الحلو، شو رأيك؟ نقضي يوم حلو سوا أنا وإنتي، يعني أم وبنتها لحالهم، منتمشى ومنتسلى.
مثل ما أنت بدك. أنا بقول أول شي منروح على السوق، بدي عبيلك خزانتك كومة تياب، وبعدها وين ما بدها بنتي تروح منروح. بدي خبرك وورجيكي كل المحلات والأماكن الحلوة، يمكن ما تتذكري بس معرفتك رح تخليكي بنتي هاندا من جديد، ومن جديد رح تناديلي أمي. يلا أمي جاهزي حالك. شو رأيك نفطر اليوم برا؟ ماشي يا روحي، يلا. أنا ناطرتك حبيبتي، تعالي. شو حابة نعمل اليوم كمان؟ قولي لي. عفوا يا روحي. الو؟ ايه انا، تفضل. قسم الشرطة؟ سيد سركان؟ بس لازم توقع لي هون لو سمحت. ايه امي. حياتي، اتصلوا فيني من قسم الشرطة وقالوا لي لازم نروح لهنيك. ليش؟ شي بخصوص هاندا. طيب رح اجي فورا. شو القصة أمي؟ ما بعرف، ما رضي تفوت قبل ما أنت تجي. يلا هلأ جوا بخبرونا. أول شي مبروك. بالنسبة لموضوع المفقودين، مو كل العالم تنحظ مثلكم. تسلم. السبب اللي خلانا نطلبكم لهون هو سبب شكلي، بس اجانا تبليغ انه نتاكد بشكل رسمي انه هاندا بتكون بنتكم بيولوجيا، لازم نطلب تحليل دي ان اي. آه
تحليل دي ان ايه؟ حضرة الضابط، أنا أساساً عرفت مين بتكون بنتي، يعني نحن عملنا الإجراءات اللازمة وإجراءات جواز السفر، شو في داعي لتحليل الدي إن إيه؟ ما عم بفهم. هيك القوانين يا خانم، الهوية اللي عطوكن إياها هوية مؤقتة، بس التحليل شرط أساسي. نتفهمك، أكيد بنتفهمك. بس يا ابني، أنا أساساً عملت الإجراءات اللازمة واللي علي، يعني شو في داعي عيدها؟ يمكن معك حق، بس بنظر القانون الوضع بيختلف. الشيء اللي انتي متأكدة منه لازم تقدري تثبتيه. أساساً هو إجراء بسيط ما بياخد منكم وقت كتير، رح تروحوا للطب العدلي لحتى ياخدوا منكم عينات دم، هذا كل شيء، وهنيك الشرطي بيكون مرافقكم وانتوا رايحين. مرحبا، أنا شوليا كورت أغلو. أهلا وسهلا. أهلين ست هاندا، رح ناخد منكن عينة دم بس. حضرتك بتكوني إما صح؟ إيه إيه أنا. رح ناخد منك العينة أول لنقارنها. بس أنا بخاف كتير من الإبرة. ما في داعي للخوف، كل الشغلة ما بتاخد ثانية. لو سمحتي تفضلي لجوا. ها معلم، هاي هي القلادة، جبت لك ياها مثل ما أمرت بالضبط. شوفها، بس لسه عنا مشكلة صغيرة مشان المصاري، بس أكيد محلولة يعني. مصاري؟ إيه مصاري. أي مصاري؟ أنا حكيت مع أخي يوسف بهالموضوع، قال لي إنه من بعد ما أجيب القلادة رح يحل الموضوع فوراً. إيه صحيح، شلون هيك نسيت؟ يوسف طلب مني إني أعطيك شغلة. آي يا حيوان، بعد ما سرقته لأخي جاي بهالوقاحة، متوقع تطلع من هون؟ خدوه من هون مشان الله يا أخي، لوين بدهم ياخدوني يا معلم يا أخي؟ أهلا وسهلا. أهلا فيكي. أنا بقدر أطلع أرتاح؟ أكيد يا روحي، تعبوكي أنت اليوم كمان.
أمي شو صار؟ يعني تحاليل وإجراءات روتينية، بس تطلع نتائج التحاليل هن اللي بيعطونا إياهن لنشوف بعدها شو رح يصير. شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل؟ أنا انتهيت، لازم أعمل شيء. قدير رد علي، رد رد رد. ليش مسكر خطك؟ شو رح يصير هلأ؟ يعني رح نضل هيك ناطرين وإيدينا مربطة؟ بعتقد إنه أمي هي اللي لازم تحل كل شيء مثل العادة وبالطريقة المناسبة. ليش؟ ليش عم تتصرف معي بهالطريقة؟ ليش ما بدك تفهم علي أنت؟ يا أمي، أنت شو كنت مفكرة رح يصير يعني؟ أنا كان بس بدي أرجع لم عائلتي، بس كون غلطانة إذا هيك بدي. أنا وأنت وإختك رح نرجع عائلة مرة ثانية. هذا اللي بدي اياه، بدي بنتي. انا لقيتها، القدر خلاني اشوفها والتقي فيها بالمانيا. هلا وقت اللي انا لقيتها ارجع خليها تضيع من ايدي. تعرفي شو لازم نعمل؟ تخيلنا إنه هي عن جد هاندا، كنا غلطانين. من ورا كل شيء عشناه بكل هالسنين صدقنا إنه هي بتكون هاندا، صح؟ رد 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 على التليفون، رد على التليفون قدير، رد على التليفون، رد على التليفون. شو عم تساوي؟ شو اللي شغلك يا ترى؟ شو اللي شغلك؟ Ha ha ha!